اهلا بيكو. ده الفيديو التاني في ازاي نعمل انوفيشن علشان نحل بيه مشاكل. في الفيديو اللي فات بسرعه قدمنا للاربعه ستايلز اللي اتكلمنا عليهم جيف دي جراف في الكتاب بتاعه انوفيشن يو. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض شويه اكتر عن كل واحد من الستايلز دي. الموضوع ممكن ياخد وقت اطول من كده، بس انا هحاول اقدمها بسرعه، ويا ريت لو تحاول تقرا الكتاب او تسمعه اكيد هتستفيد منه كتير في جوانب كتيره من حياتك، مش بس في حل بعض المشاكل اللي بتقابلها. فتعال نتكلم مع بعض بسرعه على الانوفيشن ستايلز واحد واحد. اول ستايل قلنا عليه اللي هو كنترول. اسهل حاجه في الكنترول ايه؟ ان انت ابتدي شوف ايه اللي بتعمله وغير فيه دلوقتي. زي ايه؟ زي ان انت شوف بتصرف قد ايه، يعني حاسس ان الفلوس اللي بتصرفها زياده شويه، ابتدي قول والله طيب تعال نقلل مصاريفنا في الانتقالات، تعال نقلل مصاريفنا في الفسح، تعال نقلل مصاريفنا في الهدوم الجديده اللي بنشتريها، تعال نقلل مصاريفنا ونموت نفسنا من الجوع. المهم ان في كنترول بتعمله على حاجه. مثلا بتحس ان وقتك بيضيع كتير. لو انت بتحلها بالكنترول ستايل، تبتدي تشوف ايه الحاجات اللي بتضيع وقتك، تبتدي تقلل منها. اتفرج على الكوره، بضيع وقت كتير في المواصلات، يبقى ادور على طريق مواصلات اسرع. مثلا بتفرج على التلفزيون كتير وما عنديش وقت اقرا، يبتدي اقلل وقت اللي بتفرج بيه على التلفزيون. كل دي وسائل عباره عن ايه؟ كنترول. تقفل المحبس او تفتح المحبس. خلاص؟ من ضمن الوسائل مثلا التايم مانجمنت. التايم مانجمنت ده كنترول تكنيك. كنترول تكنيك ناجح جدا ومشهور جدا. تعمل بلان، والله النهارده انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تقوم البلان دي بتحط لك جايد لاينز هتعمل ايه النهارده. تبتدي تقول والله طيب انا لا ده انا محتاج وقت علشان اعمل الموضوع الفلاني. تقوم تبتدي تغير في الجدول بتاعك بحيث ان انت توسع وقت للحاجه اللي انت عايز تعملها. تايم مانجمنت موضوع لطيف جدا، ومن غير ما ادخل في تفاصيل فيه اكتر، انا انصحك دايما ان يبقى من ضمن الحاجات اليوميه اللي انت بتعملها ان انت تعمل بلان. عايز تعرف اكتر عن التايم مانجمنت، هتلاقي محاضرات كتير قوي موجوده على الانترنت بتكلمك اكتر عن التايم مانجمنت. لكن خلي بالك، للاسف ان ناس كتير من اللي بتحاول تعمل سكادجول، بتحاول تعمل بلاننج، بيخلقوا نوع جديد من الاستريس في حياتهم، وهو ايه؟ ان البلان ما بيشتغلش، ان انا مش عارف امشي على البلان بتاعتي، ان انا بعمل الجدول ومش عارف انفذه. يبتدي يخلق من نفسه نوع جديد من المشاكل. لا، افتكر وانت بتعمل تايم مانجمنت، افتكر وانت بتعمل بلاننج، ان انت اللي حطيت البلان. البلان دي انت عاملها عشان تسهل على روحك حياتك، وتخليها ما فيهاش ضغوط كتيره. يبقى ما تخليش البلان تخلق ضغط في حياتك. عادي جدا ان انت تعمل البلان وما تنجحش، عادي جدا ان انت تعمل جدول وما تمشيش عليه، مش مشكله، عدله ظبطه. لكن يبقى حلو دايما، وهيساعدك كتير ان يبقى في جدول في حياتك وانتظام في الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك. من ضمن الحاجات، والله عندي مشاكل في البيت، العيال عاملين لي مشاكل كتير، نعمل ايه؟ من الكنترول تكنيكس ابتدي، لا تقول لهم في قواعد، لازم نعمل 1 2 3 4، لا لازم الصبح نعمل كذا، ولما نرجع من المدرسه نعمل كذا، والمذاكره يبقى وقتها كذا. ابتدي انت بتعمل ايه هنا؟ بتحط رولز. الرولز دي نوع من انواع الكنترول، بتعمل بيها المحبس بتاع ولادك يعملوا ايه وما يعملوش ايه. طبعا لو قعدنا نتكلم تاني عن الكنترول مليون حاجه نطلع بيها، بس افتكر دايما انت بتحل المشكله بالكنترول لما بتمسك المحبس وتقفل او تفتح. لو بتقفل او تفتح حاجه بتزودها او بتقللها من اللي انت بتعمله، او تحط قواعد عشان تتعمل احسن، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل كنترول بروبلم سولفنج. اوكي، تعال نشوف ايه النوع الثاني. النوع الثاني من انواع البروبلم سولفنج ستايلز اللي بنسميه كومبيت. كومبيت يعني ايه؟ تراي هاردر، زود. هنا زود مش من باب الكنترول، وانما من باب دوينج مور اوف وات يو ار دوينج. زي ايه؟ انا عايز فلوس زياده، طب اعمل ايه عشان اعمل فلوس زياده؟ اشتغل اكتر. المفروض انت مثلا سايب تشتغل في المقاولات. طيب انا عندي مشروع، طب انا هعمل مشروعين، هفتح مشروع تاني، هدور على شركه وافتح مشروع تالت. علشان ايه؟ عشان عايز ازود الانكم. يبقى انا كده
بدور على زيادة حاجة، عايز أبقى أحسن في الدخل مثلا بتاعي، ده كومبيتنج. من ضمن الحاجات كويت ذا جوب. كويت ذا جوب يعني اقعد في البيت؟ لا، هنا لو كومبيت يبقى انت كويتنج ذا جوب علشان تروح جوب احسن، هتاخد فيها فلوس اكتر. هنا انا بشتغل النهارده وباخد 10 جنيه في اليوم، لا انا هسيبكم واروح اشتغل في حته تانيه ب 15 جنيه في اليوم، عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ مش عاجبني، طب خلاص السلام عليكم، تروح تشتغل في الشغلانه الجديده. اوكي، يبقى كويتنج ذا جوب از ا كومبيت. ليه؟ لان انت عن طريقه بتحاول تزود حاجه، تزود الفلوس، او مثلا عايز تزود الوقت الفاضي بتاعك، عايز شغلانه تديك وقت فاضي تعمل حاجات تانية، عندك التزامات اسريه او عائليه، او حتى عايز تنتخ في البيت يا اخي. يبقى ممكن يبقى من الكومبيتنج تكنيكس ان انت تدور على شغلانه جديده علشان يبقى عندك وقت اكتر. برضه تو كومبيت، والله اوكي انا كل يوم بتزنق في المرور، اعمل ايه؟ كومبيت ازاي؟ بسيطة، هات عربية زي اللي في الصورة دي. طيب اوكي انا عارف صعب نجيب واحدة زيها، خلاص انا هصحى كل يوم نص ساعة بدري، لما اصحى نص ساعة بدري هنزل قبل الزحمة ما تبتدي، هوصل الشغل بدري. اوكي وصلت الشغل بدري بس ما زنقتش في المرور، بدل ما كنت هفطر في البيت هفطر في الشغل قبل مواعيد الشغل، انا وصلت اوريدي الشغل نص ساعة بدري، اكتر من نص ساعة بقى، انا صحيت نص ساعة بدري وفرت ساعة في المرور. وده بيحصل اعتقد النهارده اغلب الناس اللي فيكم مثلا عايشين في مدينه زي القاهره او اي مدينه زحمه تانية عارف كويس ان ده صحيح. طيب اوكي دوت، وفرت على روحك وقت. وقت ايه؟ ما انا نزلت بدري. ايوه انت نزلت بدري بس وفرت وقت بايه؟ وفرت الوقت اللي كنت هتفطره في البيت وتفطره في الشغل، وكمان عندك وقت تشرب الشاي وتقعد تريح كمان شويه قبل ما الشغل يبتدي، مش كده؟ يبقى this is a compete تكنيك، واحد من الكومبيتنج تكنيكس. طب اوكي ممكن في طرق تانية اطول بس اسرع، لف حوالين راس الرجاء الصالح بس اسرع، ممكن كومبيت. اوكي هنا ده الكومبيتنج از ستايل اوف بروبلم سولفنج، ميبي جود ميبي باد، بيتناسب مع شخصيتك. خلي بالك احنا قلنا ان انواع الستايل بروبلم سولفنج ستايلز، قلنا ان هي بتتناسب مع الشخصيه، ففي كنترول ستايل، في كومبيت ستايل. طب في ايه تاني؟ في كولابوريت، ان انت بتروح تسال الناس اللي حواليك نعمل ايه، بتاخد وتدي معاهم في الكلام، مش بس كده، طب ساعدوني، طب بلاش ساعدوني، انت عندك مشكله زي مشكلتي وانت كمان عندك مشكله زي مشكلتي، بتيجي احنا الثلاثه نشتغل مع بعض عشان مشاكلنا احنا الثلاثه او المشكله اللي بنشوفها احنا الثلاثه تتحل. هنا بتاخد راي الناس، بتاخد راي عيلتك، عيلتك اللي بتقابل بيها معاها مشاكل كتير في حياتك وهم اهم ناس عندك، خد رايهم واطلب مساعدتهم عشان تحلوا مشاكلكم مع بعض، مش مشاكلكم اللي بينكم وبين بعض، وانما المشاكل اللي بتشوفوها مع بعض هي مشكلتكم مع بعض، بتكلموا. برضو اقعد مع زمايلك، ده كولابوريت، شوف زمايلك وشوف رئيسك في الشغل، عندك مشاكل في الشغل بسبب زمايلك او بسبب رئيسك، ممكن تقول لهم ايه؟ سلام عليكم كويت. لكن لو عايز تكولابوريت بتعمل ايه؟ انت تعال نقعد مع بعض ونتكلم ونتناقش وشوف اسباب المشاكل دي ايه وازاي ممكن نحلها عشان حياتي تبقى احسن واعمل لكم شغل احسن، استفيد منكم وتستفيدوا مني. This is a collaboration technique برضو. من ضمن الكولابوريشن تكنيكس برضو او الكولابوريشن تكنيك موضوع الكار بولينج، لسه كنت بتكلم على ان انت ايه هتجيب كذا واحد عندكم نفس المشكله وتحلوها مع بعض. كار بولينج از وان اوف ذوز تكنيكس، انا وجيراني، انا ليا جار او اتنين جيران او واحد حتى مش جاري قوي لكن احنا الاتنين ساكنين بعيد عن الشغل وفي نفس الناحيه، مره انا اسوق ومره هو يسوق، وفرنا على روحنا مصاريف العربيه او وفرنا وجع الدماغ بتاع السواقه او this is a collaboration style. اوكي ممكن يكون ده الانسب بالنسبه لك، خلي بالك من دي، الانسب بالنسبه لك يعني ده اللي بيتناسب مع شخصيتك اكتر. اوكي النوع الرابع كرييت، اطلع بحاجه بقى ما حصلتش قبل كده، اشتري توك توك، اشتري توك توك بدل العربيه، توك توك هيمشي اسرع، صح بقى هيبقى عندك مشاكل ثانيه بس يعني اركب موتوسيكل، اركب عجله، تشينج اللايف ستايل بتاعك، بدل ما انت بتتفسح كتير بلاش، خلي الفسحه مرتين في الشهر وتعالى نقعد في النادي، بدل ما بنخرج في حتت بندفع فيها فلوس نقعد في حتت ما بندفعش فيها فلوس كتير،
او ما تدفعش فيها فلوس خالص، هيحصل ايه؟ كده انت عملت ممكن ريدكشن في السبندنج بتاعك. دي طريقه جديده تطلع بحاجه ما اتعملتش قبل كده. تعالوا بدل ما احنا عايشين في مدينه هاديه بس بعيده عن القاهره، تعالوا نعيش في حته زحمه جوه القاهره، بس ده هيوفر لنا فلوس. ليه؟ الايجار مثلا ممكن يكون اقل او مش اقل، بس الترانسبورتيشن هيبقى اسهل. change your lifestyle. من ضمن changing your lifestyle مثلا، اوكي انا بقى زهقت، انا تعبت، مش انا قرفت من الشغل، ابتدي اعمل new business، ابقى انا رئيس نفسي. طب ما ده له مشاكل، بس انت بتعمل حاجه جديده، الحاجه الجديده دي هتشوف بيها مشاكل جديده. افتكر احنا ابتدينا لما ابتدينا مع بعض في اول الكورس ابتدينا ايه؟ ابتدينا قلنا ان الحياه لازم فيها مشاكل ولازم اتعامل معاها، بس في مشاكل بالنسبه لي انا مزعجه قوي، بالنسبه لك انت سهله والعكس. طيب يمكن انا لما اسيب الشغل الوظيفه بمشاكلها وباستقرارها اروح الاقي البيزنس الاندبندنت بيزنس بمشاكله وبالحريه اللي فيه. يمكن جرب. طيب غير مكان شغل، غير مكان حياتك، غير بيتك. ويمكن هنا يبقى في حته اقتصاديه شويه مش هزود فيها كتير. اغلبنا النهارده لو حسبتها بالورقه والقلم هتلاقي ان انت لو عندك بيت تمليك او شقه تمليك ارخص لك بكتير بمراحل لو بعته واجرته او اجرت حاجه زيه، ارخص بكتير. احسبها، مش وقتنا، مش محاضرتنا دي، محاضره اقتصاد ولا حسابات. لكن يا سيدي بيع الشقه دي واشتري شقه تانية اغلى شويه بس هتوفر لي مشاكل تانية، ارخص شويه واصغر شويه بس وفرت فلوس. يمكن. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي بسرعه في 4 different styles: control, compete, collaborate, create. وقلت لك ان انت عندك من الاربعه دول واحد منهم بيتناسب اكتر مع شخصيتك. فين النصيحه بقى؟ النصيحه اللي بيقول لنا جاب دي جراف نصيحه مهمه جدا. خلاص انت عرفت ان انت كنترول، عرفت ان انت كولابوريت، عرفت ان انت كرييت، عرفت ان انت كومبيت. اجبر نفسك على انك تفكر بالاسلوب التاني. هي دي اللعبه. ليه؟ انت طول عمرك الديفولت بتاعك السيتنجز بتاعتك ان انت ساي كنترول، ودايما بالكنترول ودايما بالكنترول، ساعات بتنجح ساعات بتفشل، بس الحقيقه اغلب الوقت بتفشل. مش عشان الكنترول وحش ولا انت وحش، بس مش كل المشاكل بيتناسب معها الكنترول احسن. خلي بالك هي المساله مش انت، احنا دلوقتي كلها بنشوف ظروف برانا، الظروف اللي برانا دي مش دايما نفس الاسلوب هينفع مع كل الظروف، ومع ذلك انت الديفولت بتاعك ايه؟ كنترول. طيب جرب، حط نفسك غصب عنك، وهنا دي هتحتاج منك مجهود، حط نفسك في وضع جديد. ايه الوضع الجديد؟ كومبيت، لا كرييت، لا كولابوريت، اي حاجه. انت ايه؟ جرب الثلاثه التانيين. لما تجرب الثلاثه التانيين غالبا هتلاقي واحد منهم ما يطلع لك فكرة أحسن من اللي كنت أنت بتفكر فيها بالأسلوب العادي بتاعك. هي دي النصيحة اللي قالها لنا جيف دي جراف، هي دي النصيحة اللي بتفرق معانا في الانوفيشن، هي دي النصيحة اللي تفرق معانا لما نلعب على البروبلم سولفنج ستايلز بتاعتنا. لو قدرت تعمل كده هيساعدك في انك تلاقي حلول جديدة، حلول ما فكرش فيها قبل كده، ويمكن حلول ما حدش اساسا فكر فيها قبل كده. لكن ان انت دايما ما تنساش اهم حاجه، سمايل. ارجو ان الفيديو ده يكون مفيد. لسه قدامنا شويه محاضرات، لسه شويه حاجات تانية هنتكلم فيها، بس النهارده احنا اتكلمنا مع بعض في حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ البروبلم سولفنج تكنيكس المختلفه. والبروبلم سولفنج تكنيك الديفولت بتاعك انت ايه؟ بتحاول تدور على حاجه غير اللي انت متعود عليه، اسلوب تفكير غير اسلوب التفكير اللي انت متعود عليه. لو عرفت توصل له ممكن تطلع افكار احسن بكتير من الافكار اللي انت اوريدي بتفكر فيها، ولسه انت عايش في الستريس اللي انت عايش فيه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.